اتحاد الكوره السؤال تاني، هل اتحاد الكوره الناس اللي بتخش او بتخش الانتخابات داخل اتحاد الكوره لعمل تطوعي؟ مش عارف حضرتك فاهم سؤالي ولا لا؟ لعمل تطوعي ولا افاده؟ بالظبط كده. ما اعتقدش اتحاد الكوره فيه افادات جامده الا في السفريات بس. بس ما اعتقدش ان في حد بياخد فلوس، لا 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 اعتقد اعتقد ان هم ممكن عشان سفريات بيشوف العالم، ما بيصرفش حاجه وبياخد بوكت ماني، بياكل كويس، بيشرب كويس، بيتفسح. هو ده دي وجهه نظري بجد. بس اصل انا برضو بشوف ناس في اتحاد الكوره، لا ما هو برضو كابتن فرقه بس عشان عائلها انا كمان، ان معظم الناس اللي بتخش اتحاد الكوره معظمهم مش كلهم ناس مقتدره تقدر بكره تروح مسافره عامله يورو تريب كده، الاعمال ودولت رجال الاعمال. لكن انا ما اقدرش اجيب مثلا دكتور واخلي الدكتور هو دكتور مثلا الاسنان او دكتور وبعد شويه اقول له انت بقيت مهندس، ان دي مش هتاخد منه منتج، ان مش دي شغلته. لكن بتيجي تقيم واحد تاني ده اشتغل وشيء وعرف المستوى اللي خلاه يتعامل مع اللعيبه ازاي، اما بتكسب بتتعامل مع اللعيبه ازاي، اما بتخسر بتتعامل مع اللعيبه ازاي، اما بتقف في الاعلام او بتتحدث في الاعلام بتقدر تتحدث بطريقه بتدي للناس الامل. لكن انا اهرب من تقول لك النهارده الاعلامي او المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكوره او اي نادي تلاقيه بيطلع بيتكلم كلام مخالف للواقع. تاني حاجه ان هو ما عندوش الداتا اللي هيتكلم منها من خلالها هيطلع عايز الارقام اللي هيتكلم فيها او الاسباب والحاجات دي. انا شايف ان من وجهه نظري اتحاد الكوره لازم على الاقل 70 80% منه لازم يكونوا لاعبين كوره، مش في الكوره بس، وفي كل الالعاب. كل الالعاب؟ كل الالعاب. تقصد الاتحاد يعني بتاع كره اليد محتاج يبقى لعيبه كره اليد؟ لازم. 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 تمام. انا افتكر دلوقتي ان الكابتن عصام عبد المنعم لعب كوره كحارس مرمى ومسك اتحاد الكوره. كابتن عصام طبعا. هو كابتن عصام لما جه انا كنت موجود، كنت بلعب والكابتن عصام موجود، وكنت مدرب المنتخب والكابتن عصام موجود. كابتن عصام من شخصيات اللي مش هتتعوض. يعني كابتن عصام كان بيقعد يتكلم، ما بيكلمكش. صح، انت قلت كلمه صح على عصام. كابتن عصام كان يقعد يقول لك انت عايز ايه؟ عايزين نعمل ايه؟ قولوا لنا نعمل. كويس؟ ما بيجيش يقول لك احنا هنعمل كذا وهنعمل كذا والمجلس قرر كذا والمجلس قرر، لا لا، هي مش انت مش بتعلم، انت بتحضر لمستقبل لعبه اولى في العالم. ده دلوقتي بقى اكبر اقتصاد او ثاني اقتصاد في العالم الكوره. انت بتحضر لناس يبقى عندها شخصيه ان هي تدير النظام الكوره ازاي، وتبقى عنده عامل مستقبل للكوره في مصر. صحيح. يعني هل اتحاد الكوره عامل مستقبل الكوره في مصر؟ اتحاد الكوره دلوقتي كله مشغول بالجدول والالف وبيه وجيم، وده اللي شغل اتحاد الكوره ولجنه الحكام مش عارفها. وغير بقى كده، غير لجنه الحكام كمان انت عندك مشكله تانية. انت رحت عملت فكر جديد، مين العبقري اللي عمل ان الكوره تتلعب يبقى المحترفين والمحترفين بيه ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه؟ طب اللي درجه رابعه ده في واحد هيطلع من درجه رابعه للدوري الممتاز؟ لا خلاص، اللي خد بقى احسن لعيبه في الدوري. لو خدت احسن لعيبه في الدوري ممكن تعمل كده، لكن انت ما عندكش اولا نادي اصلا، ما عندكش اجبال. هو ممكن في اوروبا نادي يبقى بيلعب في الدوري الممتاز ودوري المحترفين هو ما عندوش ملعب؟ ما ينفعش. ما برضك حد يرد على، يعني حد يرد عليا لازم يعني عندك ملعب. ما انت ما عندكش ملعب، يعني مثلا انديه كبيره يعني ومحترمه ما عندهاش ملعب. صح. طب ما انا قبل ما اشتري لعيبه طب ما اشتري ملعب. صحيح. اللي هيتمرن عليه اللعيبه زي البني ادم عايش، اول حاجه بيعملها ايه؟ وهو معاه فلوس يشتري تربه. اللي هيروحها في الاخر. فلازم ده الواقع اللي احنا نتكلم فيه. لكن انت هتقول مثلا الدوري العام، ان السنه الجايه الدوري العام فرق نزلت وفرق طلعت. طيب الفرق اللي هتطلع المنافسه للدرجه السنه الجايه هتنافس من ب لالف. شوف بقى اللعيبه كان بتلعب مع احسن لعيبه ولعيبه مرشحه للمنتخب، بعدت كل ده انت فقدت جيل. ولو حد عايز يتكلم معايا يتكلم معايا. تقصد انه التقسيمه اللي هي بتاعت 9 و9 دي، 9 ينافسوا و9 يسارعوا على الهبوط، 9 اللي يسارعوا على الهبوط دول خلاص بقى احنا هيتنسوا. ما دي من اخراج مين؟ يعني مين المخرج بتاعها مين؟